واحد يقول الكنيسة تدين مثل ما قال المسيح عن ملكة التيمن، وما يقصدش ان ملكة التيمن هتدين هذا الجيل يعني هتجلس على كرسي الدينونة، يعني اعمالها تدين هذا الجيل، يعني كما انها اتت من اقاصي الارض لتسمع حكمة سليمان، وانتم عندكم المسيح اعظم من سليمان ها هنا، فيبقى عملها لما يقارن بالناس تانيين يبقى عملهم يدينوا. زي ما اقول مثل ان الارملة التي دفعت الفلسين من اعوازها تدين الناس اللي ما بيدفعوش حتى العشور، مش هي هتجلس على كرسي الدينونة، معناها عملها او مثالها